ما نقدرش نبقى قاعدين بنتفرج على الناس ديت بالحياة اللي هم فيها ونسكت يعني. إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني. هو الحقيقة التحالف الوطني العام الأهلي التنموي هو يعني بيعد الاستجابة الحصرية والأكثر شمولية لإعلان السيد الرئيس عن 2022 عام المجتمع المدني. أشكر التحالف الوطني والشكر الكبير لسعادة الرئيس. بدعو لكم ربنا يصلح حالكم يا رب ويوفقكم. حاجة حلوة قوي. نشكر ربنا ونشكر القيادات اللي هي بتساعد الفلاح. رئيسنا يا غالي يبارك لك في صحتك ويحميك من كل شر ومن كل عدو. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. كل إنجاز يبدأ بفكرة، كل معجزة تبدأ بحلم، كل حقيقة تبدأ بيقين، كل قصة نجاح في مصر تبدأ بتشجيع ودعوة. دعوة من قائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن 2022 عاماً للمجتمع المدني لتبدأ معها الحكاية، حكاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قاطرة المجتمع المدني للتنمية في مصر. كل الناس اللي بتشتغل في مجال المجتمع المدني والعمل الأهلي والعمل التطوعي اكتشفنا ان احنا كلنا يمكن عندنا أمال متشابهة جدا وعندنا طموحات نفسنا نخرج بيها من 2022 ونعزز على إعلان السيد الرئيس. احنا في عصر ذهبي للمجتمع المدني حقيقي، واحنا قدام عندنا فرص لازم نبني عليها، في فرص لازم نبني عليها وما نضيعهاش. يعني عندنا مساندة وعندنا فرص جاية من دعم على أعلى المستويات والقيادة السياسية، عندنا شكل زي التحالف بيبقى فيه تضامن كبير لمنظمات كبيرة ممكن تساعد بعض. لا أحد بمقدوره أن ينكر الحقيقة أو يحجب الواقع أو يمنع المستقبل. قبل التحالف الوطني عملت الكيانات والمؤسسات الأهلية في مصر في جزر منعزلة ومتباعدة، لا تنسيق ولا تكامل حتى جاء التحالف. أول مرة يبقى فيه اتحاد مستدام ومنتظم وممنهج بخطة واحدة بين جمعيات بهذا الثقل لخدمة الإنسان بشكل مستدام. اجتمعنا علشان هدفين، الهدف الأول هو التشارك والتشاركية في تقديم الخدمات للمستفيدين، الهدف الثاني وعدم تكرار وازدواجية تقديم الخدمات لنفس الأشخاص من كذا جهة. مثل هذا التكامل والتشارك قيمة مضافة للعمل الأهلي في مصر، فانتقلت الكيانات من خانة العمل الفردي لخانة العمل الجماعي. قصة نجاح بدأت ب 24 كيان وجمعية وصلت في عام واحد إلى 34 جمعية لها بصماتها في كل شبر في مصر. أصبحت قصص نجاح منفصلة في قصة نجاح هي الأكبر اسمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. احنا والجامعات الكبيرة اللي احنا شغالين معاها في التحالف احنا فاتحين ورقنا كله مع بعض. وضع التحالف نظاما عادلا في توزيع المساعدات عبر قاعدة بيانات ضمت 37 مليون مواطن، متجاوزا بذلك كل أخطاء الماضي التي نتجت عن العمل الفردي للجمعيات. إنشاء قاعدة بيانات قوية بالتعاون مع الرقابة الإدارية، دي من خلالها نقدر يعني نوصل للمستحقين الحقيقيين، وفي نفس الوقت ما فيش ازدواج في تقديم الخدمة، وكمان نقدر كتحالف وأعضاء تحالف نستخدمها في أي مبادرات قادمة، وبنقدمها للدولة المصرية تستخدمها في أي مبادرات قادمة. كله بيساعد بعض، يعني أنا ممكن ألاقي حد مكلمني يتحالف ممكن الحالة دي عايزين تروح بها ونطمن عليها، أنا لو عايزة حاجة تانية هكلمهم أقول لهم كلنا بنساعد بعض. روح بجد حلوة، أنا ما كنتش يعني لأ أنا دايما متفائلة وكل حاجة، بس كنتش تخيلنا تبقى بالجمال ده، كل الناس نفوسها حلوة، كل الناس عايزة تساعد بعض. مع التحالف روح تانية خالص كده، توصلي أسرع، بتروحي أماكن أكتر، بتطمني على السيدات أكتر، بيبقوا مطمنين أكتر. انطلق قطار التحالف بعربات من المبادرات على خط طولي يجوب شوارع مصر وحواريها قراها ومدنها بحثا عن الستر والعافية لكل مواطن مصر.
البلد دي فيها خير مش موجود حتة في الدنيا. الخير ده لو اتوزع صح، وده اللي احنا بنحاول نعمله في بنك الطعام، وده اللي التحالف بيحاول يعمله بكل قوة. الخير ده لو اتوزع صح، مصر مش تبقى عايزة اي حاجة من اي حتة. النجا بالنسبة لأن الحاجة دي جت، ربنا يقدرهم على الخير ودايما يا رب في التفوق والإنجاز إن شاء الله. شكرا يا ريس على اللي انت بتعمله معانا، وكتر ألف خيرك، ومش هقول لك بقى احنا بنديلك قد ايه. يا رب يبارك لنا في الريس ويزيد، ويا رب يزيد ويبارك له ويسعده يا رب، ويعينه علينا يا رب، يعينه علينا. ما يقدمه التحالف للمواطنين حق أصيل لهم. هذه هدايا من إنسان لإنسان، هدايا لأكثر من 30 مليون مواطن في 27 محافظة في عام واحد، بتكلفة زادت على 12 مليار جنيه، شملت دعما غذائيا ل 25 مليون مواطن، واستقبال 5 ملايين في المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل، و54 ألف خدمة للتسكين وإعادة إعمار المنازل، بخلاف توفير الخدمات لما يقرب من 400 ألف مواطن في 17 قافلة من قوافل ستر وعافية، وزراعة 150 ألف فدان قمح في 8 محافظات مملوكة ل100 ألف من صغار المزارعين. خدمة الإنسان هي بالفعل شرف. إحنا ما بنبصش لمهنتنا كتنمويين إلا زي ما ممكن مصرفي يبص لمهنته كواحد شغال في بنك. إحنا بناخد فلوس من ناس وبنعيد استثمارها في مكان تاني، لكن إحنا مش أصحاب فضل على الناس اللي إحنا بنودلهم الفلوس دي خالص. إحنا مجرد آلات وسيطة، بالظبط زي العلاقة ما بين حد بيبيع حاجة وعميل. عميل بيدفع فلوس، ففي الآخر أنا لازم أديله منتج، لازم المنتج ده يعجبه، من حقه يرجع المنتج ده، من حقه ما ياخدوش، من حقه يشتكيني، ولازم أبقى عارف هل المنتج ده هو استفاد منه ولا لا. هذا عهد ووعد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. هذا إعلان بأن مستحق التحالف هم أهم أولوياته، هم المشروع الاقتصادي الأبرز في مسيرته وتاريخه. التمكين الاقتصادي اللي فيه تركيز قوي جدا دلوقتي، ويمكن فاكرين انه اكتر من مره فخامه الرئيس كان بيكلم مش بس عن المبادرات المباشره للحمايه الاجتماعيه، لكن هو من الحمايه للتمكين. احنا كمزارعين الدوله والهيئة والتحالف قدر يوفر لنا آلات تغيير لتعديل فكر المزارع المصري. حطينا المزارع في الطريق الآمن ليه، إنه ما يبقاش عرضة للسوق السوداء، وما يبقاش عرضة وفريسة تاني للتجار. مشروع التمكين الاقتصادي عندنا السيدات هما جزء من المستفيدين، ولكن هي بتستهدف كله، يعني بتستهدف حتى عاملين مشروعات لذوي الإعاقة. الست المصرية اللي كانت بتخش لنا ضعيفة وتعبانة ويأسة وشايفة ان هي حالتها وحشة جدا، تعالي اتفرجي عليها النهاردة وهي قوية، وهي بتتكلم، هي بتعمل ايه، بيتعلموا حرف، بنعمل بازارات وبيبقى ليهم دخل. الستات عندنا هنا وكانش تطلع على الارض كتير، ملهاش رأي، الرجل هو اللي رأي في الزراعة. الانجليه خلت الست برضو لها كلمة ولها كيان، وفرنا استشارة، وفرنا محاصيل جديدة برضو. قبل لو انا هزرع محصول جديد انا ما اعرفش عنه حاجه، هما بياخدونا بلاد تاني، تبادل خبرات، بنعرف المحاصيل التانيه دي زرعت ازاي. صناعه الوعي اصعب الصناعات واثقلها، اهمها وامهرها في عصر كهذا وفي توقيت كهذا صارت فيه الشائعه نمطا حياتيا يوميا. الوعي، والوعي قضية مهمة جدا، فإحنا بندمج الوعي في كل مجالاتنا. فإحنا كمان إحنا عندنا يعني من البرامج المهمة جدا اللي مشاركين فيها دلوقتي مع وزارة التضامن بالوعي مصر هتتغير، وده برنامج حلو جدا في 12 رسالة مهمين لتنظيم الأسرة، لثقافة العمل، لتنظيم فكرة الهجرة، والهجرة من الريف للحضر أو من الهجرة غير شرعية، يعني إزاي تمكين السيدات والفتيات، التعليم للفتيات، يعني 12 رسالة مهمة جدا. الست المصرية بقى عندها وعي قوي جدا، يعني أنا نفسي كنتش متخيلة أن في 7 سنين دول ممكن يحصل التوعية دي كلها. كنا قافلين ببنا علينا، ابتدينا نحضر لهم ندوات، سمعنا ان في لجنة منتخبة، رشحنا وكل واحد خد رمز.
وقدم جنود التحالف البالغ عددهم 250 ألف متطوع جهدا غير محدود وعطاء غير محدود، فكانوا خير مثال للتضحية والتفاني. بكل الحب والله بشكركم على الجهد اللي انتم بتعملوه، والحقيقة ده حاجة تشرف وتفرح ان شباب مصر يعني دي تالت محافظة ادخل فيها اليوم موجودين. طبعا كل محافظة بتقدم شبابها يعني يبقوا موجودين وبيعملوا العمل الخير الجميل ده، الحقيقة حاجة تسعد. وكمان المفروض انتوا كمان تبقوا سعيدين جدا باللي بتعملوه. انا خدت ثقة كبيرة جدا في نفسي، انا نزلت عملت مع ناس كتير جدا، اكتسبت خبرات من كل شخص بنزل اساعده. ان من اكتر الحاجات اللي متعلمها من العمل الطوعي ازاي ان انت تدير وقتك وتنظم وقتك، فانت بتبقى محدد عدد ساعات الطوعية خلال الاسبوع خلال يومي. كنتش عارف ايه التطوع ده من وقتها، وانا يعني قررت ان انا لازم اكون بدي وقت انا كمان ان انا اقصر في الناس حواليا وافيد الناس حواليا وكمان اخدم المجتمع بتاعي. وتوجت مجهودات التحالف مؤخرا باقرار مجلس النواب لقانون يمكن التحالف من تحقيق تنظيم اكبر للقيام بدوره على النحو الامثل، في خطوة حملت الكثير من التقدير والاعتراف بمجهودات التحالف ودوره منذ تدشينه. يا عين يا عين علينا بجد واحلى ما فينا مصريين، عيون الكل مليانة لسنين وسنين، وطول ما رضانا جوانا خلاص ده امين، وعايشينها لبعضينا عشان خربت ليوم تلاقي الدنيا لها معنى عشان عالحب طبعنا، وواخدين الحياة مشاركة تحالف وطني جمعنا، في بركة في زاد وزوادة المصري سكر زيادة، فعز الشدة والمحنة رقبتي لأخويا سدادة. تلاقي الدنيا لها معنى عشان عالحب طبعنا، واخدين الحياة مشاركة تحالف وطني جمعنا. متشكرين مرة تانية، عايزين نكمل. في بركة في زاد وزوادة المصري سكر زيادة، فعز الشدة والمحنة رقبتي لأخويا سدادة.